related للتين وديزيز اكشن، بتستخدم في حالات السباينال كورد انجري في الليفل سي 6 7. في الحالة دي بيبقى الاكستنسور كارباير ديالس موسل لسه فيها تون، وبتبقى الاسترنس بتاعتها بتوين 3 ماينس 2 5 جريد جريد موسل تيستنج، يعني الاسترنس بتاعتها نورمال او ماينس نورمال لغاية ال 5 جريد. التينو ديزيز اكشن ده هو بيحصل فانكشن بتحصل في المسلز اللي هي باسنج مور ذان وان جوينت مسل. عندنا اللونج اكستنسورز اوف ذا ريست، اللونج اكستنسورز اوف ذا فينجرز باسنج ذا ريست جوينت واكتنج على الريست جوينت، فاحنا بنستغل الفانكشن دي في ان احنا نستخدم الارثوز ده. يبقى لما السبجكت ده هو عنده، احنا قلنا الاكستنسور كارباير ديالس نورمال، فبيقدر يعمل ريست اكستنشن اكتف ريست اكستنشن. لما بيعمل اكتف ريست اكستنشن اوتوماتيكالي مع التينو ديزيز اكشن بيحصل باسيف فليكشن في الثامب وفي الاندكس وفي الميدل فينجرز. احنا عايزين الثري فينجرز دول اللي هم مين؟ اللي هم الثامب والاندكس والميدل فينجرز عشان الجراسب. فلما بيحصل اكتف فليكشن في active extension of the wrist بيحصل automatic passive flexion في ال thumb وال index وال middle fingers، يعني بيعمل grasping، وال action ده بنسميه passive 3 jaw jack hand position. passive 3 jaw jack hand position. رابع حاجة هنتكلم عليها هو wrist support. wrist support معناه ان هو supporting just the wrist joint. supporting what؟ الريست جوينت. خلاص مفيش اي ستابيلايزيشن للفينجرز ولا للثامب، يبقى الريست بس هو اللي موجود. في بيستخدم في حالات المايلد زي حالات الريست سبرين مثلا، السبرينز او التندنايتس اللي بتحصل اراوند الريست جوينت. الانديكيشنز بتاعتها بيبقى حالات زي الكاربال تانل سيندروم او الارثرايتس اوف ذا ريست، والسبرينز والسترينز ممكن تحصل في الريست. تمام. اليوتنسل هولدرز، اليوتنسل هولدرز دي بتبقى يا اما prefabricated splint، يعني البيشنت ممكن يشتريها جاهزة، او custom made for the patient، وبتكون يا اما بيكون مصنعة اصلا من الليزر و flexible metal عشان to position the wrist والhand في certain position. بيبقى فيها pouch كده او جيب زي كده عشان تحط فيه التولز او اليوتنسلز، الادوات اللي الشخص ده بيستخدمها فور ايتنج زي السبون مثلا او الفورك او الجرومينج ايدز او رايتنج امبلانتس بيحط فيها البن او الاريزر او بيستخدمه فور رايتنج. اليوتنسل هولدر دي او الاي دي ال كاف بتستخدم، بتحتاج اصلا ان البيشنت ده يكون عنده البروكسيمال ماسلز او ال الجروس موفمنت بتاعه الالبو والشولدر نورمال، عشان هي دي اللي هتحرك الهاند وهي اللي هتحرك تساعد البيشنت ان هو يوز. بيستخدم عاده في حالات السباينال كورد انجريز. طيب الاكسترنالي باورد بريهنشن يونت او اورثوزيس من اسمها، هي بتستخدم external power عن طريق البطارية، والبطارية دي بتبقى rechargeable زي بطارية الموبايل كده، بتتشحن وبتتركب في الأرثوزس، ومن خلالها البيشنت بيقدر يعمل hand functions. بتستخدم في حالات الparalysis والحالات اللي هي بيبقى very severe weakness to provide the hand function. بتستخدم to close and open. البيشنت بيستخدم gross movement بتاعة الأقل من برضو علشان يموف الأرثوزس. بيبقى فيها سويتش كده electrical switch بيبقى موجود زي مفتاح النور، بيبقى موجود inside the orthosis. لما البيشنت بيعمل pronation في الهاند بتبقى in prehension position والبيشنت can grasp objects. طيب لما بيعمل supination البيشنت ده كان open الهاند وبيعمل ايه؟ وبيعمل opening. اخر حاجة نتكلم عليها النهاردة هو tone reducing orthosis. tone reducing orthosis اللي هي الانتي سباستيستي
سبلنت، يعني معناها ان البيشنت ده عنده هايبرتونيا، هايبرتونيسيتي يعني عنده سباستيستي، واحنا عايزين نريديوس السباستيستي والماسل تون ده. خلاص يبقى المين ايم بتاعها تو ريديوس الايه الماسل تون، وعشان يقلل التايتنج والشورتنج اللي ممكن يحصل نتيجة للهايبرتونيستي في الفينجرز في الفليكشن، فبتمنتين الفليكشن الفينجرز ان اكستنشن تمام، وهي برضو بتحافظ على الارشز اوف ذا هاند ان هو يقل الماسل تون بتاع الايه السباستيستي. وبكده احنا هنوقف لغاية كده النهاردة، ولو في اي حد مش فاهم اي حاجة يكتب لي. السلام عليكم ورحمة الله.